نظم العشرات من أهالي مدينة الباب وقفة شعبية احتجاجية على سلب عقاراتهم من قبل جهات مسلحة، وطالب المتظاهرون الجهات المعنية باستعادة العقارات المسلوبة وتسليمها إلى أهلها الحقيقيين. عندي بناية مؤلفة من 12 شقة وهي على العظم، أعطيتها لجماعة عساس يكسوها ويأخذوها لمدة سنة، ومن هذاك اليوم ما عادوا طلعوا لأسباب يعني عديدة، ودخلنا محاكم وفعلا صدر حكم فيها بالإخلاء، والآن منتظرين التنفيذ من المحكمة. فعلا هني لما أجوا يطالعوا الجماعة وجدوهم عسكريين، أول شيء يعني خرجت الشرطة المدنية من شان تنفيذ الحكم، فتراجعت الشرطة المدنية لأنه قالوا أنه اللي فيها عسكريين، وفعلا ثبت أنه هم عسكريين يعني، فتوجهت القضية للمحكمة العسكرية، والمحكمة العسكرية أصدرت لهم إنذارات بالإخلاء. يعني الموضوع صار له أربع سنين بالضبط، يعني هي من 2017 كسروا البيت، نهبوا البيت، سرقوا البيت وبركوا في البيت. حاولت معاهم بالعرف وبالإنسانية وبالأخلاق وبالسير الحميدي وكذا، ما مشي الحول. التجأت للقضاء كمان ما مشي الحول. من بعد 12 سنة أنا قدام باب مكتب رد المظالم اللي بشكر اللي قام عليه. اليوم جاي أناشد من أعلى سلطة بالهرم إلى أصغر موظف إنه هذا بيتنا وهذا حقنا وهذا ملكنا، الناس مغتصبينه وبيركين فيه، وحاولنا كتير طالما ما أحسن طالما. والله نحن هدفنا واحد، نحن الله ما يرجع الحق لأهله. نحن في عنا أكثر من 120 عقار مغتصب في مدينة الباب ولا نجد أذان صاغي. يعني نحن حل أمس شكلوا لجنة مع جماعة فصيل ما، شكلنا لجنة أخيو، وصلنا أربع شهور لحد الآن ما قدرنا ناخذ من غير عقار واحد بيت. يعني إذا كل أربع شهور بدك تعطيني عقار، عندي 120 عقار، يعني بضل خمس ست سنين تعطيني عقارات مغتصب أخيو مكتسب لأهل أخي في مدينة الباب. طبعا للتنويه وللعلم انه هذول اصحاب العقار موجودين هم في المدينه، لا يتبعون لا لداعش ولا بكيكي ولا نظام، هاي الشماعه اللي ياخذينها يعني حاج عيب. وكلنا للاسف انه اغلب اللي مغتصبين العقار يتبعون لفصائل الجيش الوطني عنا، مع الاسف يعني. ونرحب بضيفنا محمد نديم مكرى، مدير لجنه رد المظالم في مدينه الباب من الباب. مرحبا بك سيد محمد. قضية العقارات المسلوبة في الباب هي ليست بجديدة وإنما قديمة متجددة، إلى أين وصلت اليوم؟ حياك الله أستاذ أصلاً، لكل ضيوفك الكرام. أستاذنا الكريم نحن صلنا تقريباً من سنة لحد الآن عم نحاول نرد العقارات لأهلها. ردينا جزء من العقارات، يعني حوالي 30 عقار، باقي حوالي 100-120 عقار، تقريباً 130 عقار لحد الآن مغتصبي بإيد عناصر أخواننا من الجيش الوطني. طيب كلجنة رد المظالم كيف تتعاملون مع هذه القضية؟ الآليات بها، حيثياتها، تداعياتها؟ نحن طبعا نحن الفكرة قمنا عليها أنه نعمل لجنة لرد المظالم، يكون هون الصوت الحق إن شاء الله عشان نطلع فيها. طبعا اللجنه كلها اخي تتالف من اعضاء كل اهل مدينه البلد، مدينه الباب، اي اعضاء اللجنه. وان شاء الله تعالى نحن قائمين على الامر هذا بالاحتجاج الان اخي السلمي. بعد ان منهم اعطيناه نحن فرصه لواحد سبعه، ان ما تم الامر ولا كان في اذان صاغي راح ان شاء الله يطور الامر وراح نطلع مظاهرات ان شاء الله وراح نعمل اعتصام. وفي عندنا خيارات كثير ان شاء الله راح ننتظر اذا كان ما لقينا اذان صاغي. يعني استرداد العقارات سابقا هل كان من خلال التظاهر مثلا او اللجوء الى المجالس المحليه والمحاكم، ام تشكيل وفود والتواصل مع قيادات الفصائل التي لها عناصر في هذه العقارات؟ استاذ الكريم، هذيك الفتره ايام كان فادي الدياري مغتصب العقارات كان ملفه مفتوح، نحن عن طريق الشارع عن طريق المظاهرات عملنا اعتصام، عملنا مظاهرات، تقدرنا ناخذ الحق، غير هيك ما قدرنا ناخذ. وبهذا الاسلوب استطعتم استعاده العقارات التي ذكرتها؟ نعم، بالاحتجاجات السلميه والمظاهرات، لان دوما الاعلام له دور الاكبر، له دور الاكبر في 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 كثير امور قضايا خيوم متعلقه في البلد عندنا.
طيب لماذا لم تعد بعض العقارات لأصحابها حتى الآن؟ نحن كنا فاتحين ملف بعد الديري وتسكر ملف بعد الديري، فتحنا ملف غيره، فما لقينا استجابة من الأطراف، يعني استجابة ضعيفة، فاضطرينا نوقف هلا وقف احتجاجي. نوه لأنه نحن راح نقوم بمظاهرات وراح إن شاء الله تعالى نشهر فيك أجمعين، إيه إن شاء الله تعالى، يعني هلا في بوادر إن شاء الله تعالى طيب إن شاء الله خير. هناك شهادات تؤكد أنها لجأت للقضاء لكن دون فائدة، لماذا القضاء غير قادر على الفصل بهذه الدعاوى المحقة والمثبتة والتي أكيد فيها مستندات وأدلة، عندما يكون شخص لديه عقار، لديه كل الوثائق التي تثبت هذا الموضوع؟ أستاذ الكريم، نحن عندنا القضاء ما عنده قوة رادعة، نحن عندنا سلطة تنفيذية، إن كان شرطة عسكري وإن كان شرطة مدنية، يعني الجماعة ما عندها القوة اللي يقدروا يردعوا الفصيلة خيو أو عناصر الفصيل، ما يعني أغلب المغتصبين العقار يعني من متعاطين مخدرات، أغلب حرامي قطاعين طرق أغلب، والله يعني والمؤسسات العسكرية عندنا ضعيفة والمدني ضعيفة، ما هو بالقوة اللي يراد بها أخي تحصيل الحق. طيب إن كان الموضوع عند الفصائل العسكرية، هناك شرطة عسكرية وهناك محاكم عسكرية، هل تم اللجوء لها؟ في عندي عقار في 12 شقة لحج أحمد حطاب ببراء، الرجل عنده حكم خالص ومنتهي باستلام العقار، صار له 4 سنوات ولحد الآن ما بقدروا يسلموه العقار، وعنده قرار إخلاء وعنده قرار حكم فيه العقار يملكه، نعم يقدر. ما السبب الأساسي الذي يمنع؟ السبب الاساسي انه ما في قوه تنفيذيه عندنا، الشرطه العسكريه ما عندها قوه تنفيذيه، هذاك عنصر فصيل صار عليه امر بيجوا يعني مثل هي بالعامي فزعه، بيجي الفزعه ان الشرطه العسكريه ترجع على مقرها، ما بتقدر تعمل شيء. طيب يعني في هون عندك قوه السلاح، يعني مغتصبين العقار دول اغلبهم بقوه السلاح مغتصبينه. طيب لماذا لم تذهبوا إلى قيادة الفصيل الذي لديه عناصر في هذه العقارات لتتكلموا معهم مثلا، أو قيادة الجيش الوطني الذي يتبعون له، أو حتى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة؟ تم التبليغ لكافة الفصائل أنه عندكم عناصر مغتصبين عقارات، في عندنا فصيل واحد فقط حركة تحرير والبناء استجاب للأمر، في حوالي 40-50 عقار عندهم استجاب للأمر هذا، ولكن استجابة بطيئة، ونتمنى على الله خير أنه هلا يحركوا الأمر إن شاء الله تعالى، فقط هن اللي كان العين أذان صاغية عندنا. طيب كم تبلغ نسبة العقارات المستولى عليها تقريبا والأخرى التي تمت إعادتها؟ اللي تمت إعادتها حوالي 30-32 عقار بين مزارع وبين شقق سكنية ومحلات، حوالي 30-32 عقار تم استرجاعهم، والآن بقبضتنا ما يقارب 100-120 عقار تقريبا مغتصبة من قبل المجرمين. طيب هيئة ثائرون قالت إنها اتفقت خلال العام الماضي مع أصحاب مزارع وعقارات مستولى عليها على أساس إعادتها لهم بعد 6 أشهر، ماذا حصل بهذا الاتفاق؟ تم الاتفاق والحمد لله رب العالمين، واستلمنا المزارع واستلمنا الشقق، ولو أنه في يعني لسه في كم شقة لسه ما استلمناه، ولكن 90% من الاتفاق تم والحمد لله استلمناه. طيب خطواتكم القادمة سوف تقتصر فقط على المظاهرات أم هناك آليات أخرى ستعملون عليها؟ والله نحن حسب الوضع اللي راح نكون عليه، نحن من أعطيناه نحن حل مهلي إلى 1/7، نحن بعد 1/7 ما لقينا أذان صاغي، راح نطلع إن شاء الله على الشوارع بالمظاهرات ان شاء الله عارين فيها ان شاء الله وتعالى ان الله امكننا، وما راينا حتى بالمظاهرات اي بوادر للامر هذا راح نضطر اخي ونسحب. اشكرك كثيرا محمد نديم مكرم، مدير لجنه رد المظالم في مدينه الباب، شكرا جزيلا لك.